لا، ليس كذلك، ليس كذلك. لن يتم تسليم القلعة سواء كنا أحياء أو أمواتا يا أبنائي. إن كان القادم روميا وإن كان مغوليا، أيا كان القادم إلى هنا، ستدهسون فوقه وتمضون، لكن لن تعطوه القلعة. أبنائي لن يقولوا أبداً إن بامسي وجنوده استشهدوا وهم يدافعون عن القلعة. سيقولون إن بامسي وجنوده لم يتخلوا عن قلعة كولوجا حصار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا أبنائي، الكاي سوف تصبح أقوى. إنها تحلم بتأسيس دولة. أبنائي اسمعوني، إياكم أن تدفنوا هذا الحلم في التراب. هذا الحلم سيحيا بقوتكم وإيمانكم. أبنائي كونوا مثلي، مثل بامسي بايراك، غزاة أقوياء ومخضرمين. حققوا النصر وليكن اسمكم المنتصرون. أبنائي طالما أن العدو لم يستسلم، وطالما نساء وأطفال الكاي لا يمكنهم النوم براحة وأمان، فحتى نوم الموت المحتم حرام عليكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بني صاحب العيون الجميلة فتح كولوجا حصار للمرة الثانية. عثمان، فتحك للقلعة مجدداً بالتأكيد يسعد زوجة عمك، ولكن اعلم أن القرارات الأخرى التي تفكر بفعلها مجدداً لا تسعدني كثيراً. زوجة عمي، أنت كبيرتهما، ضعيهما أمامك وانصحيهما. إذن فعلت ما تريده مجدداً يا عثمان؟ ألقيت القبيلة في النار، وبالطبع لا يهمك الوضع الذي أوقعت به عمك وإخوتك، أليس كذلك يا عثمان؟ أليس كذلك؟ صحيحاً يا عثمان؟ سيدي، لقد جاء السيد عثمان. الأهالي يحتضنونه هو وجنوده الآن. عندما يدخل عثمان ويقف عند بابي ويرى عيون والده مفتوحة، أبي، أبي، بني، أبي، أنت بخير؟ أبي الغازي، أبي المحارب والبطل، أرى أنك بخير. الحمد لله. أين كنت يا عثمان؟